زي عماوس هن من الأشخاص يلي ظهر لهم الرب يسوع المسيح بعد الحدث العظيم حدث القيامة. شلون وصف السيد المسيح هدول التلميذين وإيش نتعلم من قصتهم؟ هدول النقاط اليوم تيكونوا محور نقاشنا مع الأب الربان فيليبوس عيسى كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس بالقاهرة مصر. بارخ مور أبونا بشينو إيبوخ. ألو بارك شينو بشلومو. المسيح قام أبونا، كل سنة وأنت سالمين. وانت بألف خير وصحة يا رب. بالحقيقة قام حقا قام شرير ويقوم. تودي ساقي الكن أبونا بهدول الأيام المباركين، مثل ما نعرف كلتنا كان قداسة سيدنا البطريرك مرغناطيوس أفرام الثاني بزيارة رعوية لعندكن أبونا، إن شاء الله تكونوا هيك أخذتن البركات من سيدنا. حقيقة نحن كنا نعيش غمرة الأعياد المباركة القيامة المظفرة المجيدة. عيدنا صار عيدين لما قداسة البطريرك إمام أحبارنا مرغناطيوس أفرام الثاني زارنا زيارة رعوية. طبعا كانت زيارة كمان للقاء البطاركة من العائلة الأرثوذكسية الشقيقة، فنحن كان لنا هيك نصيب كبير إنه يقيم عنا ثلاث أيام بكنيسة السيدة العذراء وتفقد الرعية بأبوته والروحية وإرشاداته، وقدم لنا بعض الإرشادات والنصائح حتى نتابع العمل الروحي والرعوي في هاي الكنيسة بالقطيع الصغير اللي احنا عم نعيشه هون بمصر بهاي الظروف الصعبة. طبعا شددنا وشجعنا كثير وأعطانا دفعات روحية كثير قوية، بسطنا كثير بوجوده وحضوره. طبعا كمان افتقد الكنائس هون، عندنا كنيستين، كنيسة العذراء السريان هي الأساسية، عندنا كنيسة ثانية في مصر القديمة اللي هي في وسط مدافن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية مع بطرس بولس، كمان افتقدها وشافها وزار، وطبعا أثنى على جهود المجالس والخدمات والأنشطة الموجودة وشجعنا كثير كثير بتشجيع مبارك إنه كملوا العمل والمسير وصلّى له. ودائما هو مصر بالنسبة له مكان غالي جدا لأنه هو درس في الكاثوليكية أمبرويس كاثوليكية الأباط أرثوذكس وخدم بهذا المكان نفس الرعية اللي أنا بخدم فيها حاليا، فهي غالية جدا هاي الرعية على قلبه وإلى مكانة خاصة جدا يعني بتاريخ خدمته الطويل. وربنا يعني يقوله لنا فوق راسنا ويعطيه دائما القوة والحكمة والنعمة يقود دفة الكنيسة دائما إلى الأمام من نجاح إلى نجاح ومن تقدم إلى تقدم والمجد يا رب بشفاعة العذراء هذه بشفاعة هذا المكان. أمين أمين. تودي ساقي أكيد لألك أبونا، عرفتنا هيك شوي على بعض التفاصيل لزيارة قداسة سيدنا البطريرك لعندكن وأخذكن منه البركات أكيد والصلوات. تودي ساقي لألك أبونا. معناته أبونا خلينا نبلش موضوعنا لليوم، خلينا نبلش بقراءة النص الإنجيلي من إنجيل لوقا الإصحاح 24 الآية من 13 ل 27. فقود أبونا تفضلوا. شما وابر روح حي وقادر شو حال الله وشعير وأمين. نص الإنجيلي من لوقا 24 13 ل 27. وإذا اثنان منهم كانا منطلقين بذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عيواس، وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تطهرحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هي؟ فقال: المختص بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك. بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر
ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه. فقال لهما: أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء؟ يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. آمين. أمين. تودي ساقي لك أبونا. بسؤالنا الأول خلينا نسألك، إيش كان حال التلاميذ وخاصة تلميذي عماوس بعد قيامة الرب يسوع؟ حقيقة نحن بهالفترة المباركة عم نعيش فترة ظهورات الرب يسوع المسيح إلى التلاميذ والعديد الأشخاص، وهي الفترة هي فترة صعبة جدا وحرجة حساسة، وهي حالة خاصة. الحالة الخاصة اللي عاشوها التلاميذ عموما كانت حالة شوي صعبة جدا. أبوهم وسيدهم وربهم ومعلمهم يسوع المسيح مو موجود معنا حالا في هالأوقات الصعبة. بس نحن رح نخص بالذكر أو اللقاء رح يكون عن شخصيتين فقط، اللي هي تلميذي عمواس. إيش الحالة اللي كانت نقدر نوصفها بهالتلميذين؟ هي انه عيونا امسكت، عيون لما واحد ما تمسك، شلون يعني واحد يمسك عيونه؟ المصطلح شوي يكون غريب لبعضه، لكن ايش معنى واحد يمسك عيونه عن الحقيقه او عن حدث معين مهم او عن شخصيه فريده من نوعها وكبيره وعميقه وكبيره الى شان كبير؟ يعني شو واحد يمسك عيونه؟ الحاله اللي كان يعيشها هي مثل ما قلنا حاله خاصه جدا. أمسك عيونه، إيش اللي يخلي واحد يمسك عيونه؟ أو إيش هي الأعراض اللي تبان على الإنسان؟ أول شيء يدخل في الصراع، صراعات، توهان، يتوه بين هو قائم ولا مو قائم، ولا هو نفسه اللي اتصلب ولا أخذوه، ولا إيش القصة بالضبط؟ ما عم نعرف. في حيرة، في يأس، في عدم رجاء، في حزن، في ضياع، في جدال. يعني الاثنين كانوا ماشيين رايحين، صار في جدال بينهم، يتطارحان بالأسئلة، واحد يسأل الثاني أنت تعرف إيش صار؟ الثاني يقول له لا ما بعرف. صار في مثل ما قلنا حزن شديد. وشان هيك إذا نقرأ النص كامل مثل ما هلا قريناه ودقق في الآيات، يقول وكنا نرجو أنه هو المزمع ليفدي إسرائيل. يعني كان عندنا الرجاء لكن دخلوا في فخ اليأس وعدم الرجاء، انه نحن حسبنا انه هو المسيح وانتظر وهو راح يفتي يقدم فداء وخلاص، لكن كنا نرجو، معناتها ما ضل عندنا الرجاء. هي حاله. بعدين في نساء عم يبشرون انه المسيح قام، هن يقول حير لنا بعض النسوه، يعني كمان دخلوا في حيره. فهي الحاله اللي نحن ممكن نعيش فيها كثير من اللحظات بحياتنا، وخاصة بهي الأوقات الرديئة الصعبة اللي عم نمر فيها في العالم كله. يعني يصير عندنا حيرة، شك، يأس، حزن، ضياع، جدال عقيم بيني وبين الأشخاص، يصير في ضياع وتوهان عن الأساس أو طريق صح المستقيم. فهي الحالة كانت حالة ممكن نمر فيها وعم نمر فيها وراح نمر فيها كمان بالأيام القادمة. هي حالة جدا صعبة، بس هل هنشوف شلون انه بالأوقات الصعبة بالهزيمة الرابعة الله يظهر. صحيح صحيح أبونا. معناته خلينا نسألك، إيش ممكن يعمل السيد المسيح لما يشوفنا في ضيقة وشكوك، خلينا نقول، وأيضا مخاوف بسبب الظروف الصعبة اللي نحن ممكن أنه نمرق فيها بحياتنا؟ حقيقة ضمن هاي الصراعات الهائلة اللي واحد يعاني منها والنزاعات بالفكر حتى، يعني قبل حتى مع الأشخاص اللي حواليه، في خضم هذا الهيجان اللي عم يعيشه الإنسان، يقول اقترب إليهما يسوع نفسه. يعني الله يغير طريقه حتى
يخليني أعيش استقرار وسلام داخلي اللي أنا بعيش. غير كل خطوط الله حتى يلتقي فيه ويكون عنده لقاء مميز ومؤثر ومغير مع تلميذي عمواس. هذيك يقول مشي معه كمان طريق 60 غلوة، طريق بعيد وشاق وصعب، مشي معه، بده يتحاور معه، بده يفتح نقاش. وهذا كثير الله يحب دائما لما يشوفنا في حيرة وارتباك وشك وضياع وخطية مسيطرة علينا، يقترب بالمسيح ويمشي معنا. يلا ايش في ايش المشكله اللي عندك، يلا افتح حديث، بدي افتح حديث معك، هلما نتحاجج، هلما نتحاور، هلما نتحادث. عشان هيك صاحب المزمور ايش يقول الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه منه. يعني الله قريب موجود، لكن هو بده يشوف انا ردات فعلي، تعاملاتي مع الواقع المريض اللي انا عايشه ايش وين. فشوف يقول بلش يقرب منك ويمشي معك، ويضل يمشي معك الى ما يوصل الرساله تبعه المسيح له كل المجد لكل انسان فينا، يمشي بهذا الطريق. ورغم انه هو الطريق والحق والحياه، راح ياخذ بايدنا، يمسك بايدنا شوي شوي، خطوه 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 خطوه، الى ما نصل الى تفسير الكتب والمعرفه ومعرفته هو. لانه نحن عندنا مشكله قلنا بالبدايه انه عيوننا أمسكت عن معرفة المسيح، من هو المسيح ولماذا هو إيش اللي عمل وماذا يعمل حتى الآن. حلو كتير أبونا. طيب خلينا عشان هيك تعاملات الله معنا في تجاربنا الصعبة تكون كتير بتأني وطول أنات وبحكمة كتير وبعدالة. الموقف تبع المسيح له كل مجد ما هو موقف متفرج يتفرج علينا من بعيد كانوا خلقنا وخلص سابنا، لا، ما هو هذا الإله البعيد واقف ينتظر أنا أهلك وأوقع وأسقط وأموت في الخطيئة. ما بيترك خليقته للظروف والتغيرات والشر. مشان هيك قالت ما هذا الكلام الذي تطرحاني به وأنتما ماشيين عابسين. ليش أنت العابسين؟ ليش انت حزينين؟ ليش انت يعني مجروحين؟ والدليل على كلامه انه هو تجرأ، هو تألم، هو صلب، هو قام، هو انتصر، كسر شوكة الموت. حتى مو بس هو يقول لي كلام، وهو ماشي معي يقول لي شوف اللي صار معك واللي عم يصير معك هلا وتيصير معك من ظروف قاسية وصعبة صار معي، بس انا كنت انتصرت وكسرت شوكة الموت، دست الموت بالموت، كنت غلبت. صحيح أبونا. معناته أبونا خلينا نسألك شلون نقع نحن بفخ الدينونة ومصيدة الإدانة وإلقاء اللوم خلينا نقول على الآخرين. صح، هلا نحن بالبداية قلنا أن هنا كانوا في حالة صعبة جدا يرثى لها، شك وضياع وحيرة وحزن ويأس وانقطع الرجاء من قلوبا وأمسكت أعينا. بعدين المسيح يتدخل وبده يلتقي في هالشخصيتين الحلوتين لأنه على قلبه يخلصه ويشيله من هالتوهان يعني عايشين فيه. بس للأسف نحن أحيانا ما نقبل أنه المسيح يمد إيده ويمسك بإيدنا ويأخذنا لمرتفعات يرفعنا فوق. نبتدي نقول له هل أنت تقدر؟ هل أنت تقدر تعمل شيء؟ تقدر تنقذني؟ أنت ما لك شايف؟ أنت ما عم تحس فيني يا رب؟ أنت بتدي لقاط بدل ما نشوف أنه نحن أنفسنا، أنه نحن وقعنا في الحزن واليأس والشاك. نقدر نقول يا رب أنت كنت متغرب. يقولوا له كل يوم بس يقولوا واحد من الاثنين، يقولوا انت المتغرب، اللي ما بيعرفون لسه المسيح هو، تقول انت كنت متغرب، انت ما عم تشعر، ما عم تحس انه اللي عم يصير، انه كان في اللي صار في اورشليم، ما عرفت الامور اللي حدثت في هاي الايام، يعني كانه ما عم يطلعوا على حاله انه في شيء غلط عم يصير بحياته. فايش يعملوا؟ يروحوا يلقوا
اللوم واللدانه والاعذار على الاخرين. يعني انا ما عم بشوف عذري، ما عم بشوف بشاعه الخطيئه في حياتي، قلو هو انت اللي عملت هيك. فكل يوم بس وقع في مصيده الدينونه وفخ الادانه. هذا نفس الشيء اللي حصل مع ادم. ادم ايش لما سقط في الخطيئه؟ ايش قال حواء؟ طيب لما سال حواء قال ايش؟ حي. دائما تبرير النفس، تبرئة الذات، هي كثير شغله بشعه الانسان يعاني منها، وكلنا نقع فيها كثير في اليوم، يمكن كذا مره، وكل فتره وفتره يقول ليش هو ما عمل؟ ليش هو ما سوى؟ ليش الله ليش ما تدخل؟ ليش ما تعامل معي؟ ليش ما انقذني؟ ونفس المثل حصل مع العشار والفريسي. العشار ايش قال والفريسي ايش قال؟ العشار دق على صدره قال اللهم ارحمني يا رب انا القاتل. ما قال انا عم بصوم واصلي وادفع الصدقه واعمل واعمل شغلات حلوه واعمال حسنه واعمال فيها رحمه. ما قال، قال ارحمني انا الخاطئ. لو هن اليوم بس اللي معه قالوا اوه انت هذا اسلوبك يا رب، الطريقه اللي عم تحكي فيها هي طريقه احنا معتادين عليها نسمعها، انت الله، ما اكتشفوا انه هذا هو الله. قالوا انت متغرب؟ انت ما بتعرف شو عم يصير؟ انت بعيد؟ انت 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 ما قالوا انا، او بالاحرى ما قالوا انت، هو الله نفسه ربي والهي. فهي مشكله تعلمنا، مشكله دائما انت ما تقول انا اسف او انا اخطات. صحيح. او انا ارحم الخاطئ. صحيح أبونا. طيب خلينا نسألك أيضا، شلون وصف السيد المسيح شخصيتي التلميذي عماوس وصف دقيق؟ غير الله هو العالم بكل شيء، هو الخالق هذا الإنسان، خلقته وجبلته يعرف بصنعة إيديه، فهو يعرف شلون يوصف ويمدح بالوصف، وشلون يوبخ ويظهر عيب ويساعدني أنه أنا أتخلص من هالعيوب. يعني من حالتين، يوصف ويوبخ. فاللي عرف تماما وجعا هو المسيح وكل مجد، هذا الطبيب السماوي قدر يشخص بالتدقيق ويعطي مع هالتشخيص العلاج الصحيح. قال كثير الجملة صعبة شوي، بس احيانا لازم واحد يسمع كلام صعب من ربنا، صعب بمعنى انه شوي قاسي، لازم يسمعه حتى يفوق لنفسه، حتى يسمع يعني يعرف انه هو اللي عم يعمله ماشي في سكه غلط. قال له كثير كلام شوي حاد، ايها الغبيان والبطيئه القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء، وصفا بالغباء او الجهل الروحي، او بمعنى اخر عدم الفهم، يا عدمي الفهم او بطيئي القلب. يعني قلبك ما تحرك، هذا الشخص اللي عم يمشي معك 60 غلوه ولازم انت بس تشوفني راسا هيك مشاعرك تتأجج وتشوف اوه هذا هو الرب. استيعابك كان بطيء، ادراكك كان قليل، وعيك كان ناقص. وهذا الشيء اللي مرات حنقع فيه. ليش؟ لانه عيوننا ممسوكه، عيوننا ما عم تقدر تشوف يسوع المسيح له كل المجد والكرامة والسلطان والإجلال، ما عم نشوفه. هذا هو ربي وإلهي يسوع المسيح، ما عم نشوفه. عشان هيك يصير عندنا عدم فهم أو عدم إدراك صحيح لي ما مكتوب أتكلم به الأنبياء. حلو كتير أبونا. طيب خلينا كمان نسألك، بعد ما السيد المسيح وصف حالة خلينا نقول وأيضا شخصها، شلون قدر يعالجن ويفتح عيونن؟ حقيقة إذا كان التشخيص صحيح فإذا العلاج يكون 100% صح. صحيح. إذا كان الطبيب الماهر، نحن بنتألم شو نتوجع عندنا مشكلة صحية، نروح الطبيب ماهر متمرس صاحب خبرة قوية، يعرف شلون يكتب الدواء والعلاج، يوصف الحالة، خذ الدواء صباحا مساء، خذه بعد الأكل قبل الأكل، يوصف بدقة. فتتخيلي هذا الطبيب السماوي يسوع المسيح، طبيب الأنفس والأرواح والأجسام، شلون بده يوصف حالته؟
ابتدى يقول العلاج كان بالنسبه لألن ابتدى من كلمه ربنا الكتاب المقدس، ابتدى يسوع من موسى يعني اللي كتب في العهد القديم، جميع الانبياء يفسر لهم الامور المختصه به بجميع الكتب. يعني اخذ الكتاب بده يعالج المرض اللي هو الجهل الروحي وعدم الفهم والادراك بالعلم ومعرفه الكتب المقدسه المختصه فيه فقط، مو بالعلوم الدنيويه والمعارف والثقافات، لا بالعلوم المختصه والمعارف اللي تتكلم عن المسيح نفسه. فابتدا يقرا الايه ويفسر، تتخيل ايش قد ياخذ وقت؟ كثير وقت ياخذ، لكن مستعد المسيح يقعد مره ومرتين وثلاثه ويفسر ويشرح. بس المهم نحن نتخلص من المرض اللي موجود عندنا والضعف والوهن والحجز اللي امتلك حياتي. اذا كان المسيح هو الطبيب اللي يقدر ليل نهار يقعد معي، بينما الطبيب العادي اذا عمل لك مقارنه سريعه خلص خمس دقائق كشفيه بعدين خذ العلاج روح الصيدليه وتعال والى اخره، ترجع بعد فتره المراجعه. لكن المسيح كل يوم وكل ساعه كل وقت بنقدر نقعد معه نقول له يا رب انا لسه ما تشفيت، انا نص مريض، انا مريض، انا تشفيت بس بدي تقويني تعطيني فيتامينات روحيه، فسر لي يا رب، اشرح لي يا رب، نور عقلي، نور بصيرتي، افتح قلبي حتى افهمك، عيني لسه ممسوكه ما عم تقدر تشوفك بشكل صحيح، افتحها شوي شوي حتى بنورك انا ارى النور واعاين النور الحقيقي، يا من انت النور الحقيقي. حلو كتير أبونا. طيب إيش هو السر العظيم خلينا نقول يلي يفتح الذهن وأيضا القلوب لحتى نعرف ونتعرف على الرب يسوع؟ حقيقة نحن لسه بالجزء العلاجي بالبداية حكينا أنه شلون وصفنا حالتنا الصعبة اللي دخلوا فيها، هلا نحن الجزء العلاجي هذا الجزء كثير مهم الاستشفائي بيتطور حتى إلى آخر الحياة. وبالدليل لما مال النهار صار مساء، طبعا طول المسيح معنا اذا قلنا نهار كامل نهار كامل طول ما كان في صفه حلوه انه كمان ساعدوا نفسه حتى يشفوا ويتعالجوا، كان في صفه كثير حلوه، طبعا هذه صفه كثير حلوه، لكن هاي الحاله اللي وقعوا فيها مثل ما قلنا بالبدايه كل انسان فينا ممكن يقع فيها وراح يقع فيها وراح يضل يقع فيها طالما هو عايش في هذا الجسم. الصفه الحلوه ايش كانت فيها؟ يقول قالوا له امكث معنا لانه نحو المساء وقد مال النهار، فدخل ومكث معه، يعني كان عندك كرم ضيافه. قالوا له يا ريت هذا الشخص الغريب ما كان يعرفه لسه هو المسيح، لو كان يعرفه لسه كان يعزموه من اول مره. قالوا ممكن تدخل عنا تريح شوي، انت فهمت كثير وشرحت كثير وفسرت كثير، تفضل لعنا. عزموه عزومه هيك حلوه، فالمسيح قبل الدعوة. فهوني نقدر نقول تلاقت دعوتين مهمتين، دعوة الله مع دعوة التلميذين، تلميذي عمواس. شقد حلو لما يتلاقوا الدعوتين. فالمسيح عمل شغلة، قال طالما في إرادة بشرية وأنت بحريتكم عزمتني ودعوتني لبيتكم أنا بدي هلأ أشوف مين أنا، خلاص بدي أسأل عن ذاتي. راح أخذ الخبز وبارك وكسر وناول، في هاللحظة فتحت عيونهما. كانت قبل هاي الفترة كلها كانت عيونه مكسورة، فتحت عيونهما ونتيجة فتح العيون عرفوه، بعدين اختفى. فاليوم كأنه المسيح عم يقول لي الجزء من الرحلة العلاجية هي الإفخارستية، سر الأسرار، ذبيحة الشكر، مائدة الحياة. يعني أنا بقدم يا هالإنسان الخاطئ جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، بقدم خبز سماوي، دم ثمين، طعام باق إلى الحياة الأبدية. اللي يأكل من هذا الأكل يثبت فيه وأنا فيه ويحيا فيه وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
حلو كتير أبونا. طيب خلينا كمان نسألك سؤال تاني، إنه شلون إحنا ممكن نرجع للحياة الجماعية مثل يعني مع التلاميذ مثل ما رجعوا تلميذي عماوس لأورشليم؟ حقيقة هلا لما أنا أوصل لهي الحالة الروحية مع المسيح ويكسر معي الخبز ويعطيني أتناول وأتغذى فيه، يبقى أنا إيش صار؟ تلقائيا صرت متحد وملتئم ومتصل بالحياة الجماعية. أنا بالبداية كنت ماشي بالطريق وتايه وغريب وحزين ويائس ومشرد، ما بعرف أين لأي طرف، واللي بحبه حبيبي يسوع المصلوب هل أخذوه؟ هل سرقوه؟ هل عملوا شيء فيه في جسده ولا هو بالقام؟ أنا في حيرة بأمري، لكن لما الله يقعد معي ويمشي معي ويفسر لي ويشرح لي ويعرفني ويكسر الخبز ويعمل إفخار يقدم جسده، فهون أنا راح ألتصق بالجماعة، راح أوصل لأورشليم وأدخل للعلية المقدسة وأعيش في شركة حقيقية ودائمة، وصير في تبادل خبرات واختبارات روحية عميقة مع بقية التلاميذ. التلاميذ الحين قصتين هلا اخوتي المؤمنين اللي انا بشترك معهم في كل الكنائس. شركة تقول كثير حلو، يقول فقام في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم ووجدا الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم. رجعوا إلى أورشليم، رجعوا اتحدوا بالجماعة الحية الحقيقية اللي هو المسيح ربا سيدة ورأسة. عرفوا معنى الحياة الجديدة، عرفوا معنى الرجاء الجديد، التصقوا بالجسد الحي جماعة المؤمنين وقدروا يعيشوا في أورشليم اللي هي رمز لأورشليم السماوية، الأرض الجديدة والسماء الجديدة. حلو كتير أبونا. طيب هيك بختام حديثنا خلينا نسألك أنه شلون يظهر الرب يسوع المسيح نفسه مرة تانية خلينا نقول ويثبت المؤمنين بالإيمان؟ صحيح. في ختام النص الإنجيلي اللي قرأناه اليوم كتير شيء حلو، يقول وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم. يعني بعد ما كل الكنيسة اتحدت واجتمعت والتأمت والأعضاء المتنوعة كلها صارت عضو واحد والرأس هو اللي يقودها في هذا الجسد في محبة حقيقية متأصلة، في ألفة والسلام، في روح واحدة ونفس واحدة، في فكر واحد، فكر المسيح، في يظهر المسيح، يظهر ذاته اللي هو باكورة الراقدين القائم من الأموات ويعطي سلام، يقول السلام لكم. هذا السلام اللي يفوق للعقل، سلام ما هو نفس السلام اللي يعطيه العالم. إيمت هذا الحكي يصير لما تلميذي عماوس يلتحدوا مع تلاميذ البقية وكلهم يحكوا أنه المسيح قام، كل واحد يحكي عن خبرته، تلميذي عماوس يقولوا نحن شفنا المسيح ومشي معنا وحكى لنا كثير وأظهرنا ذاته، وتلاميذ يقولوا نحن كمان شفناه وظهر لنا، فالاثنين يتبادلوا مع بعض كلمة المسيح قام بالحقيقة قام، نؤمن ونحن مشهود على ذلك. هون المسيح بقى يظهر ويثبت المؤمنين إلى المجيء الأخير. عشان نحن بصلاة اليومية، صلاتنا اليومية أو صلاة الإفخارستية القداس الإلهي دائما بنردد عبارتين مهمتين في قانون الإيمان، هو وننتظر قيامة الأموات والحياة الجديدة في العالم الآتي أو في الدهر الآتي. نتذكر أنفسنا دائما أن الكنيسة الحية الحقيقية، كنيسة المسيح المقدسة بلا دنس وبلا عيب، هي التي تنتظر مجيء المسيح مرة تانية، يقول لها سلام لك، يلا تعالوا معايا وندخل إلى فرح الحقيقي، فرح الملكوت. ونرجع كمان نقول في حتى في طقس القداس موتوخ موران ميتاه دينان بقيوب توخ مودينان والميتي توخ
ساكنا. يعني بقيامتك يا رب نؤمن. دائما ذكر حالنا وذكر المؤمنين وذكر الشعب كل الناس، يا رب نحن بقيامتك نؤمن. فمشان هيك اليوم حبينا نحكي على هذا الموضوع، لانه موضوع عام جدا ومو بس هو ينطبق على هالفترة الظهورات الإلهية، ظهورات الرب لأولاده وشعبه، لكن في كل يوم نحن إذا قلنا ونقول يا رب نحن ماشيين بهالطريق ومحتارين ويائسين وعابسين وحزينين، ما نعرف يا رب إلى أين نذهب، الطريق ضلينا، بهذا الوقت يظهر المسيح ويمشي معنا ويبلش يفتح الكتب ويفتح الكلام اللي بتكلمه ويذكرنا بكل شيء قاله بواسطة روح القدس. ولما نحن كمان نتجاوب نقول تفضل يا رب ابكف معنا اليوم، لا تروح خليك معنا اليوم، احنا مبسوطين كثير معك يا رب وشبعانين فيك، هو يستجيب للدعوة ويحصل خلاص بهذا البيت وبركة كبيرة في هذا المكان. ولما نحن نجتمع في الأحلى وأحلى في كنيسة الله كل المؤمنين قلوا يا رب احنا هلا محتاجين انه تظهر هلا تعلن مجدك وتكون في وسطنا انت القائم الأموال المنتصر، فراح يقول راح يظهر في الوسط يقول سلام لكم. آمين. تودي ساقي لك أبونا، خلينا هيك كمان نختم معك بإيش هن الدروس والعبرات اللي نحن ممكن نتعلمها من هدول التلميذين. حقيقة أنا أحب أول شيء نتعلم شيء حلو من تلميذي عمواس. كانوا أشخاص قلباً بيحب الآخر، يعني ما رفضوا، يعني إذا واحد غريب مشي معه ما قالوا أنت مين وليش أجيت وليش اشتغلت، كانوا محبين الآخر، محبين الغرباء. ودليل لما دعوا المسيح له كل المجد ودخل عنده وكان عنده اتضاع، كان عنده طاعة وكان عنده حب ليتعرفوا. لما قعد المسيح ويعلمك ويفسر لك ويفتح ذهنك قبله ببساطة وفرح. لكن الشيء اللي بقى هيك يعني نتعلمه كمان من كتير مهم، انه يعني ما لازم نستسلم لليأس ولا للتعب او الحيره او الشك او ندخل في جدالات عقيمه مع ناس نعرف انه راح يوصلونا لطرق مسدوده، لا نختار اشخاص حوالينا بحكمه، دائما عيوننا تكون مفتوحه على الاخر، يعني سهرانه يقظه نشوف المسيح على حقيقته، من هو، ماذا صنع، ماذا يصنع. كمان نتعلم شغلة حلوة، إنه نلتصق ونلتحق دائما بأقرب ناس يحكوا عن الرب. وأول ما أشوف هذا الشيء أشوفه في الكنيسة اللي أنا أنتمي إليه، اللي أنا جزء من هذا الكيان الإلهي اللي الله أسسه، أشوف نفسي مع الآخرين، مع الحياة الجماعية، أصلي معا، أخدم معا، أصوم معا. لو تعرضنا لتجارب صعبة ضد الكنيسة كلنا نرفع إيدينا فوق، يا رب قصنا ساعدنا، ما أكون لوحدي، ألا أكون مع الآخرين، أي جماعية مشتركة. دروس كثيرة وعبر كثيرة، رسائل مهمة من هذا النص اللي قرأناه في لوقا 24 من 13 إلى تقريبا آخر الإصحاح 34. أتمنى من كل اللي عم يشوفونا ويسمعونا يرجعوا يقرأوا النص مرة ثانية ويشوفوا أشياء ويكتشفوا ممكن رسائل كتير كتير كتيرة وآيات يمكن ما حكينا عنها، لكن قدرنا نضوي على بعضها اللي تخصنا وممكن تفتح عيوننا على حقائق إيمانية حلوة نعيشها. يسلم تسلمين إن شاء الله أعياد مباركة وسعيدة يا رب. المسيح قام حقا قام حقا قام. تودي ساقي لألك أبونا ويعطيكن ألف عافية على الحديث الجميل يلي تحدثناه اليوم والمعلومات الجميلة كمان اللي حصلنا عليها منكن. تودي ساقي تودي الخون وسلاماتنا من
مصر أرض البركة إلى كل مكتفي ومتابعي سبورة القناة الغالية على قلوبنا. تودي شكرا تودي جزيلا. تودي ساجي لألكن أبونا.